انطلاقة شوط جديد وهو شوط الثالث عشر، مذكرين بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة الواحدة والنص من ظهيرة هذا اليوم، فأنتم مع الموعد في تمام الساعة الواحدة والنص عبر الهواء مباشرة عبر قنوات دبي ريسينج وقناة ياس الرياضية والقنوات الأخرى الناقلة لهذا المهرجان. نسير مع هذا الشوط، شوطنا الثالث عشر خاص بالجعدان اللي جاية مباشرة إلى إنتاج هجن أم الزبار، ومع أيضا الطيار في المركز الأول يأتي هجن إنتاج أم الزبار، علي بن سالم الصعاق يتقدم في المركز الأول، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني حيث يجد السنيار يأتي لهجن إنتاج أم الزبار، محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا هذا الاسم، بينما اللي في المركز الثالث ووصل في هذه اللحظات الدحيل لهجن إنتاج أم الزبار وحمد بن محمد بن علي الجرحب وصل هذا المركز الثالث، المركز الرابع الدخول هناك من دليل هجن الشحانية وذهبي سالم بفاران المري وصل هذا المركز الرابع، المركز الخامس هنا هملول لهجن الرياسة يتقدم هناك سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز السادس هذه اللحظات يتقدم في سادس المراكز الزعيم وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك المهيري وصل شاهين في هذه اللحظات لهجن الرياسة، يضمر محمد العتيق بن زيتون المهيري، بينما الدخول الآخر أيضا اللي تقدم من الزاوية الأخرى في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هذا هو زاهي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمحترف يمع بن عتيج الرميثي بو خليفة، يتقدم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على المركز التاسع، الوصول أيضا القدوم من الشهم هجن إنتاج أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم في تضميره، بينما اللي في المركز العاشر وصل الباز هجن إنتاج أم الزبار ناصر بن حمد بن مسر الشعواني في تضميره، هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى صدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، هجن إنتاج أم الزبار على المقدمة على المركز الأول والصدارة الأولى، تقود الطيار في المركز الأول علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على مقدمة هذا الشوط هو المركز الأول، بينما المركز الثاني السنيار يأتي في المركز الثاني هجن إنتاج أم الزبار، محمد بن بخيت بن برقان بن برقان يقدم انطلاقة مميزة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم على المركز الثالث، بينما شاهين وصل في المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة، وبيتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل في المركز الرابع، بينما دليل وصل في المركز الخامس دليل لهجن الشحانية سالم بن فاران المري يتقدم الذهبي ويقدم لنا دليل، بينما الوصول والدخول في هذه اللحظات والقادم هناك الواصل الدحيل هجن إنتاج أم الزبار وحمد بن محمد بن علي الجرحب، تدخل هملول في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، غير من السابع وإلى المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي يضمر، بينما ايضا يصل شعار سمو الشيخ، ايضا هناك زايد بن حمدان بن زايد الهيان مع زاهي ويمع بن عتيج الرميثي يصل في هذه اللحظات مقدما لنا هذه الانطلاقه، مقدما لنا هذه ايضا الاندفاع، بينما الوصول الاخر من الشهم هجن انتاج ام الزبار ويقدم الشهم سالم بن سعيد بن دلهم ياتي في هذه اللحظات مقدما لنا هذه الانطلاقه وهذا التميز، بينما المتدخل في هذه لحظات مشاهدين الأعزاء هذا شاهين لهجن الرياسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري، هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نعود العود أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي الجميل ما شاء الله تبارك الله، هنا الصدارة، هنا شاهين اللي غير المركز
المركز الأول ومقدمة هذا الشوط يتقدم هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الاندفاعات القوية. ولكن غير الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد الزايد الهيان الخبير عوض بن مبارك المهيري بدأ يغير أيضا مع المقدمة والكيلومتر الأخير الكيلومتر المثير. هناك شاهين من الزاوية الأخرى، شاهين يتقدم ولكن الدخول والوصول من هملول لهجن الرئاسة، أيضا سلطان بن محمد الوهيبي وصل راعي صوغة يقدم أيضا شاهين لهجن الرئاسة، وأيضا هناك سعيد بن ظفر بن محمد العامري. يا سلام، ولكن المجازف بدأ يغير إلى مقدمة الشوط، هناك مع شاهين وهناك الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك المهيري أيضا في مقدمة الشوط، أيضا 600 متر الأخيرة الأمتار الأخيرة هنا مع مقدمة الشوط. ومع هذه الاندفاعات القوية بدأ ينطلق الزعيم ويندفع شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف، وانطلقة شاهين آخر لهجن الرئاسة بقيادة أيضا سعيد بن مظفر العامري. الوصول على المركز الرابع، هناك هجن انتاج أم الزبار من خلال الشهم، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى. شاهين بدأ يغير الصدارة والمركز الأول هنا مع مقدمة هذا الشوط. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري، وللمرة التاسعة مع المضمر المجازف، تهانينا لأبو سعيد على هذا الإبداع الجميل، تهانينا على هذا الفوز ولحظات الوصول مع شاهين، تهانينا والناموس. هذا هو شاهين يصل إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، المركز الثالث وصل شاهين لهجن الرئاسة، رابعا الشهم لهجن انتاج ام الزبار، وخامسا وصول من ايضا الدحيل هجن انتاج ام الزبار. هكذا النتيجة، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري، النقطة التاسعة مع المجازف حيث قطع مسافة السباق مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في 7 دقائق لحظات الوصول 29 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصول من الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تهانينا لعوض بن مبارك المهيري على هذا الفوز ب7 دقائق و31 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سعيد بن مظفر بن محمد العامري، تهانينا والناموس، حيث قطع المسافة 7 دقائق 33 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. التواصل يستمر.